بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا جماعه، انا اسمي مصطفى عادل الحمامصي جنرال لاب سيلز. طبعا الفيديو ده فيرست تايم ان احنا نصوره، صورناه قبل عن كده كذا مره لكن للاسف كانت الجوده صعبه شويه وكانت 5 جيجا، فكان صعب ان هو ينزل، كان المفروض ينزل من الجمعه اللي فاتت. انا والدكتور محمد صبري يعني الراجل فيه بركه يعني تعب معانا شويه. هدخل في الموضوع على طول عشان ما نطولش. النهارده انا جاي اكلمكم على اول محاضره من ال 80 محاضره او ال 80 ساعه اللي هنديهم لكم على طوال الاشهر الجايه والاسابيع القادمه ان شاء الله. هبدا اول محاضره في البيزك لابروسكوبيك انترفنشنال وهي تيبس اند تريكس اوف نيموبروتينين. انا مش هشرح انسترومنت ولا اكويبمنت لان انتوا الحاجات دي يمكن سمعتوها 1000 مره، ولكن انا جاي اشرح من اول فين. انا جاي اشرح من اول الحاجه اللي ممكن لا قدر الله تموت العيان. طبعا المفروض الفيديو ده يتصور في السنتر الخاص بيا، ولكن نظرا لوجود ضيق الوقت اللي هو في الوقت ضيق معانا، فاحنا ان شاء الله باذن الله النهارده هنصوره من المستشفى اللي اشتغلنا فيها، ويمكن احنا عندنا الاجهزه احدث شويه، ولكن معلش هنتكلم بسرعه كده عن تيبس اند تريكس اوف نيمو بروتينين. هبدا من اول فين؟ هبدا من اول اسبلانت الغاز. اسبلانت الغاز طبعا انتوا عارفين ان احنا بننفخ بثاني اكسيد الكربون. ممكن ننفخ باكسجين وممكن ننفخ بايه. مش معنى ثاني اكسيد الكربون كل الناس ممكن تقول ان هي ان هو انرت، ان هو ما بيعملش انفلاميشن، ان هو مور ابزوربابل، ان هو شيك، كل الكلام ده كويس جدا. لكن كلمة السر اللي اتحط عليها الماركر في موضوع ثاني اكسيد الكربون ان ثاني اكسيد الكربون ليس انسيدنس اوف بالمونري امبوليزم اوكيرنس. يا دكتور علشان يحصل بالمونري امبوليزم من ثاني اكسيد الكربون لازم تكون حاطط الابره في قلب الاي في سي الانفيروفيناتيفا ومالي ب 2 لتر ثاني اكسيد الكربون. طب هو علشان يحصل بالمونري امبوليزم من الاكسجين محتاج 20 مللي بس، طب علشان يحصل بالمونري امبوليزم من الاير محتاج 200 مللي انت وفي قلب الاي في سي. يبقى كلمه السر في موضوع البالمونري امبوليزم الا وهو في موضوع ثاني اكسيد الكربون الا وهو ليس انسيدنس اوف بالمونري امبوليزم اوكيرنس، ودي الكلمه اللي اتحط عليها الماركر. طيب موضوع ثاني اكسيد الكربون موضوع الاسطوانه، معلش هو الاسطوانه بتاعت الجهاز هنا تحت. الاسطوانه دكاتره احنا بنتعامل بالكيلو، كل كيلو جرام في 22 لتر ثاني اكسيد كربون، كل كيلو جرام في 22 لتر ثاني اكسيد كربون، يعني حضرتك لو انت عندك اسطوانه 10 كيلو تضرب 10 في 22، يعني عندك 50 كيلو تضرب 50 في 22. تمام؟ ارجع لورا شويه كريم. طيب فانا الاسطوانه لازم اكون عارف وما اسيبش اي حاجه للفني، انت لازم تكون عارف كل الارقام اللي انا هقول عليها دلوقتي. تمام؟ طيب بالنسبة لكل كيلو جرام في 22 لتر ثاني اكسيد الكربون، يبقى انا لازم انا وداخل العمليات اول حاجة اطمئن عليها اسطوانة الغاز بتاعتي مليانة ولا لا. طيب اطمئن عليها ازاي؟ هنمسك الجهاز اللي انا بقول لكم عليه في اول المحاضرة ان هو ممكن يموت العيانة. الطور كله مش موضوع كاميرا ومش موضوع دايثيرمي ومش موضوع لايت سورس ومش موضوع اي حاجة غير ده. هذا هو الجهاز اللي ممكن لا قدر الله لو انت ما عرفتش الارقام وظبطت الارقام كويس ممكن لا قدر الله تدخل في مشاكل. ودايما دايما حط قاعده في دماغك ان الاكسس ذا كي اوف سكسس، ان دخولك بطن العيانه صح وتنفخ بطن العيانه صح هو 50% بل 100% من نجاح العمليه. تعالى مع بعض ناخد الجهاز وايه هو مكونات هذا الجهاز. بص يا دكتور هو عباره عن اربع خانات، الخانه الاولانيه وهو مرسوم عليها اسطوانه، والاسطوانه دي انا هبص كده وادخل واشوف هل الاسطوانه مليانه ولا لا، فهنا الاسطوانه فيها شرطه معناها الاسطوانه خلاص هتفضى، فانا لو داخل اشتغل راديكال هيستريكتومي لازم اعرف ان الاسطوانه هنا مش مليانه، فاقول للناس رغم ان الاسطوانه مش موجوده قدامي الاسطوانه مش مليانه، فالناس هتقول لي عرفت ازاي؟ هقول لهم ان انا رميت عيني على ده. فلازم انت وداخل العمليات ترمي عينك على اول خانه، هل الاسطوانه مليانه ولا لا؟ طب حتى لو كانت مليانه يا دكتور، يعني حتى لو كانت مليانه، ما هو لو اسطوانه 10 كيلو 10 في 22 220، فهتلاقي ان ده كله مليان.
فهل يا ترى العمليه بتاعتك هتقدر تستهلك فيها 220 لتر دي، ولا العمليه اللي يعني هنعرف دلوقتي كام لتر في كل عمليه هنستخدمه؟ فمهم جدا جدا ان انت تعرف دي مليانه ولا لا، ولو مليانه الاسطوانه بتاعتك كام كيلو. الحاجه اللي بعد كده الدكاتره ان انا ببص عليها، ودي الحاجه المهمه اللي هي البريشر. تمام؟ طيب والبريشر دلوقتي هنتكلم عنه بالتفاصيل. الحاجه الثالثه اللي هي الفلو ريت، اظبطه على كام؟ الحاجه الرابعه اللي هي كميه ثاني اكسيد الكربون اللي انا بستهلكه اثناء العمليه. لازم تعرف ان انت اللي هتظبط البريشر مش الفني، لازم تعرف ان انت هتظبط الفلو ريت مش الفني، ولازم تعرف ان انت لازم تكون فاهم ايه هو الجهاز ده، which is very important في النيمو بروتينيوم ان انت تكون حاطط الارقام اللي انا هقول لك عليها دلوقتي بالتفاصيل. تمام؟ طيب بالنسبه لدكتور، اول خانه قلناها وهو موضوع اسطوانه الغاز وكام لتر في الكيلوجرام. طيب الخانه الثانيه اللي هي البريشر. البريشر يا دكتور، قبل ما ادخل في البريشر بس عاوز اديك معلومه، قبل ما تبتدي العمليه لازم تتاكد ان الانسفليتور شغال، ما تروحش تدخل الفيروس نيدل في بطن العيانه وتقول شغلوا لي الانسفليتور، لان الانسفليتور ده يا دكتور اول ما هو يشتغل في كميه اكسجين بتطلع، وانا لسه قايل لك من شويه ان الكميه الاكسجين اللي هي كافيه لحدوث بالمونري امبوليزم هي 20 مللي انت وفي قلب الاي في سي، فال 20 مللي ممكن يطلعوا لك انت وفي قلب الاي في سي، فلا قدر الله يحصل مشكله. فيو ماست ان انت تعرف ان الجهاز لازم يكون مفتوح ومتصفي تماما، ولازم تبدا العمليه وجهازك مفتوح. الحاجه الثانيه يا جماعه اللي هي البريشر. البريشر هظبطه على كام؟ البريشر هظبطه اكوردنج لاربع اشياء ما لهمش خمس. الحاجه الاولانيه وهي التايب اوف اوبريشن. الحاجة الثانية وهي التايب اوف انستيزيا. الحاجة الثالثة هي البادي ماس اندكس اوف ذا بيشنت. الحاجة الرابعة والمهمة جدا 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 اللي هي زي ما قلنا تايب اوف بيشنت، تايب اوف انستيزيا اللي هو البادي ماس اندكس اوف ذا بيشنت، والحاجة اللي هنقول عليها دلوقتي اللي هو المدة اللي انت هتقعدها في العملية قد ايه. بالنسبة للبريشر يا دكتور، لو انت هتشتغل عيان، هل هو هتشتغل بيدياتريك ولا هتشتغل ادلت؟ لو هتشتغل بيدياتريك وعيانه لسه مولوده، ودي كتير قوي بنشوفها اليومين دول، ان بنت تكون مولوده وعندها ادليكسيا لماس كبيره جدا وهنشتغلها لابروسكوبي، تمام كده اهو. فالبيدياتريك بلاد بريشر انت وشغال لازم يكون 8 مللي مركب. فمهم جدا ان انت تعرف ان البريشر ده لازم يتظبط في حالات البيدياتريك لابروسكوبيك انترفنشن على 8 مللي متر في البيدياتريك سيرجن. الحاجه الثانيه اللي لازم تعرفها، لو انت شغال ادلت اندر لوكال انستيزيا، نعم نعم نعم، هو في ادلت اندر لوكال انستيزيا، هو في منظار اساسا اندر لوكال انستيزيا، اقول لك يا دكتور ده ستاندرد في كل مستشفيات العالم. يعني مثلا لو احنا قاعدين في مستشفى فلقينا عيانه مثلا نال بورا متجوزه من 5 سنين، هيسترو برايمري فيرتيلتي 5 سنين، واخده اندكشن وجاي عندها اكيوت لور ابدومينال بين، بتاع السونار بيحلف ان دي تورشن اوفيريان سيست، وبتاع النساء بيقول ان دي اكتوبر، وبتاع الجراحه بيقول ان ده ابنديكولار ماس. يا ترى ايه؟ هندخلها في العمليات ونديها حاجه اسمها كونشوس سيديشن زي الكاتالار او الانترفال، وبعد كده هنحط بيني امبيريكال انفلتريشن للزيلوكين او الليدوكين ونخش بالعدسه ونشخص. ده اسمه لابروسكوبيك انترفنشنال اند لوكال انستيزيا في الادر. ده الضغط بتاعك لازم يكون 8 مللي مركب زي اللي بيدري بالظبط. طب لو انت يا دكتور هتشتغل هتشتغل اندر جنرال انستيزيا وهتشتغل دايجنوستيك او اوبرتيف في عيان ادلت بس سن، انا قلت لك اكوردنج للبادي ماس اندكس، فعيان ادلت بس سن لازم الضغط بتاعك يا دكتور يكون من 12 ل 15 مللي مركري، which is very important ان انت تعرف ان انت اللي هتظبط الخانه دي، فلازم تعرف اللي انت هتشتغل عليه ده ايه. لو انت هتشتغل اندر جنرال انستيزيا اوبرتيف اور دايجنوستيك لازم يكون 12 ل 15 مللي مركري. طب لو انت هتشتغل عيانه اوبيز اندر جنرال انستيزيا لازم الضغط يعلى معاك شويه يكون 18 مللي مركري. الكلام ده مهم جدا جدا جدا. يبقى لو هتشتغل بيدياتريك 8 مللي مركري، لو هتشتغل ادلت وسن اندر لوكال انستيزيا اكسبلوريشن اونلي ده 8 مللي مركري،
لو هتشتغل عيان ادلت وفيري سينيو اندر جنرال انستيزيا من 12 ل 15 ملي مركري، لو هتشتغل موربيد وبيز زي بتوع البرياتريك وهتشتغل لها اوبراتيف ادينكسيا الماس او تي ال اتش او اي حاجه من هذا المنطلق لازم تكون 18 ملي مركري. طبعا كلكم بتوع نسا لو موجود بتاع جراحه في الجروب، فانت لو هتشتغل مثلا التاب والتيب اللي هي اندوسكوبيك هيرنيا اللي احنا بنشتغلها يوميا دي اندوسكوبيك هيرنيا ريبير، فلازم الضغط يكون على الاقل ب 22 او من 20 ل 22 ملي مكان. لو هتشتغل تيفا اللي هي الاندوسكوبيك ثيرودكتومي ترانزيت ستيبيولار اورا اندوسكوبيك ثيرودكتومي، فانت لازم يكون الضغط هنا 30 ملي مركري. لو انت هتشتغل سوراكوسكولي وهتشتغل سايبوما مثلا بتوع السوراكوسكوب 8 ملي مركري. طب هو بس على فكره في السوراكوسكوب هم الجراحين ما بينفخوش الشيست، الشيست ما بيتنفخش، ولكن الشيست انت انا كل همي انا وفي العمليه ان انا اعمل لنج كولابس، فلازم يكون 8 ملي مركري. يبقى انا قلت لك التايب اوف بيشنت، التايب البودي ماس اندكس، التايب اوف اوبريشن، التايب اوف انستيزيا. اربع حاجات يظبطوا لك الخانه دي. بيديك 8 ملي مركري، 8 ملي مركري لوكال اندر لوكال انستيزيا 8 ملي مركري، جنرال انستيزيا 12 ل 15 ملي مركري، موربيد اوبيز 18 ملي مركري، واخيرا لو انت هتشتغل جراحه عامه الهرنيا والكوتيفا ودي الضغوطات بتكون عاليه، لو هتشتغل سوراكوسكوب بتوع الجراحه وبتوع الكارديو ثوراسيك 8 ملي مركري. الكلام ده مهم جدا ولازم تحفظه، تمام؟ لازم تحفظه كويس جدا لان الجهاز ده ممكن لا قدر الله ممكن يموت عينه، فمهم جدا انت تحفظ الضغط اللي انا بقول عليه، تمام كده اهو؟ طيب الحاجه الخانه اللي بعد كده وهي خانه الفلوريد. خانه الفلوريد انا اذا كان قلت لك البريشر يعتمد على اربع اشياء، التايب اوف بيشنت والتايب اوف انستيزيا والبادي ماس اندكس والتايب اوف اوبريشن، فان الخانه الثانيه يا دكتور دي بتعتمد على حاجتين. هل انت داخل البطن ازاي؟ دخول البطن يا دكتور اما بحاجه من اثنين، لا اما داخل كلوزد ميثود، لا اما داخل اوبن ميثود. لا اما داخل كلوزد ميثود فيجوال بالاوبتيكال بيروكر اللي اسمه لير اللير، لا اما داخل بلايند زي موضوع الفيروس نيدل اكسس او الفيروس نيدل انتري، لا اما داخل اوبن حسون. موضوع حسون اركنه على جنب، ده من 1970 والعالم كله دلوقتي بطل حسون، لان علشان تشتغل حسون لابد ان يكون هناك حسون. عشان تشتغل حسون لازم يكون في حسون تروكر، ما ينفعش تشتغل حسون بالتروكر العادي. هو ايه الفرق بين التروكر العادي والتروكر حسون بسرعه كده؟ حسون يا دكتور التروكر بتاعه بيكون فيه كومايزيشن هنا اهو زي نيمو اوكلودر. اول ما انت تدخل بتفتح من مشرط ميني لابراتوري سكان كاربس سكاربس انتيرو ريكتال شيس ماسل بوستيرو ريكتال شيس اكسترا بروتينيان فات بروتينيان وتنتز ابدومنال كافيتي، وتقول البنت هات المباعد والريتراكتور بالباعد وتدخل بحصون كده في النص بالنيمو اوكلودر. وفي حاجه هنا طبعا مش موجوده في المستشفى هنا اسمها حصون ريديوسر، ممكن تشتغل بالتروكر ده وتحط حصون ريديوسر، لكن ما فيش ولا حصون ريديوسر ولا حصون تروكر وعاوز تخش ميني لابارتومي. اي ام سو سوري، الميني لابارتومي دلوقتي او الحصون ما وصف الا في حاله الاديز انتستينال انستراكشن، لو انت هتشتغل لابروسكوبيك انترفنشنال في حاله انتستينال انستراكشن، دون ذلك ما تشتغلش حصون. بليز نيد لو سمحت. طب الحاجه الثانيه يا دكتور اللي هو مهم جدا ان انت تعرفها اللي هي يا ترى انا هخش ازاي؟ لا اما هتخش بالفيروس نيدل، لا اما هتخش برايمري تروكر انتري او بالكانيولا مود. فيروس مود ولا كانيولا مود؟ مين اللي احسن؟ وهظبط الفلوريت على كام؟ والايدل فلوريت كام؟ وعلشان اوصل لضغط 15 او من 12 ل 15 ملي ميركري محتاج قد ايه فلوريت؟ محتاج قد ايه ثاني اكسيد كربون؟ خلي بالك معايا في الحته دي مهمه جدا ومهمه قوي قوي قوي. بص يا دكتور ممكن تخش بطن العيانه بدي وممكن تخش بطن العيانه بدي، كتير منكم يقول انا افضل دي عشان مور سيف عن دي. هقول لك خدعوك فقالوا دكتور الفيروس نيدل مور انجوريوس ذان ذا تروكر. الفيروس نيدل مور انجوريوس ذان ذا تروكر. كل الجايد لاينز بتقول ان الفاسكولار اند انتستينال انجري الناتجه من الفيروس نيدل انترفنشنال
معايا كده اهو more than the doer. يعني معنى كده الرد مش مسألة سيف. فاركن على جنب كده ركنها على جنب موضوع ان هو ده سيف ولا لا. مش عاوز صوت لو سمحت. طيب الحاجة اللي بعد كده انا علشان ادخل هدخل بقى يبقى الموضوع مش سيف اما الموضوع ايه؟ ركز معايا يا دكتور. انا علشان اخش بالفيروس نيدل الفلوريت في الفيروس نيدل 2.5 لتر ثاني اكسيد الكربون في الدقيقة. علشان اخش ده فده 16 لتر في الدقيقة الفلوريت. يبقى الفلوريت في ده 2.5 لتر في الدقيقة. الفلوريت في ده 16 لتر في الدقيقة يا دكتور. طيب برضو لسه برضو ما فهمتكش ليه دي احسن من دي. اقول لك طب الحاجة التانية. الفيروس نيدل الفلوريد بتاعها انترميتنت مود لكن التروكر الفلوريد كونتينوس مود. برضه لسه ما فهمتكش. تعالى معايا يا دكتور هنشتغل كده بسرعه. بص كده قرب يا كريم شويه. بص يا دكتور واسمع. الفيروس نيدل اهو اهو. طبعا هقول لكم الفيروس نيدل بتتمسك ازاي ونعمل لها تيست ازاي. تمام كده اهو. هنعمل هاي كده ونعمل ايه اون. بص كده تمام. بص يا دكتور لو انتوا ما عرفتوا تسمحوا ولا لا الفلوريت 2.5 في الدقيقه انترميتنت مود. يعني بص انترميتنت مود يعني ايه؟ طب بص ليه كده يا دكتور. بص ده كده كونتينوس مود 16 لتر في الدقيقة يا دكتور. عارف يعني يا دكتور الموضوع كله مش ان انا بدخل بالفيروس نيدل مش بالتروكر لان موضوع it is a matter of diaphragmatic accommodation. الله يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لما تيجي تدخل على الديافرام بالراحة هتلاقي النيمو بروتينيوم بتاعك سموث للديافرام بيأكوميديت النيمو بروتينيوم. لكن انت لو دخلت على الديافرام by continuous mood هيحصل بقى فراجماتيك سبازم وفاصل فيجا الاتاك وبتاع التبديل يصوت ويقول لك وضغط العينه وقع والبوص ايه رفع افتح العيانه بسرعه لان ما هنقف العيانه. تمام كده اهو. يبقى الغرض من ان انا ادخل بفيروس مود مش بكانيولا مود هو مش غرض سيفتي لان الفيروس مور انجينيوس ولكن هو it is a matter of diaphragmatic accommodation يا دكتور. مهم جدا ان انت تعرف الحته دي يعني ايه diaphragmatic accommodation وليه انا بخش ده عندك. طب الحاجه اللي بعد كده يا دكتور المهم جدا ان انت لازم تعرفها. مهم جدا ان انت لازم تعرفها ايه؟ ان انا رغم ان ده مور انجيريوس بخش بيه عندك. الفلوريت في ده 2.5 لتر في الدقيقة، ده 16 لتر في الدقيقة. طب الأيديال فلوريت إن أنا هبدأ بيه وخصوصا لو أنا جراح مبتدئ ودي نصيحتي ليك لو طلعت من المحاضرة دي أعطيك النصيحة دي. خلي بالك يا دكتور خلي الفلوريت بتاعك 1 لتر في المينت. أظبط ده 1 لتر في المينت. نصيحتي نصيحة أخوية حتى أنا لحد دلوقتي رغم كل الأعداد الحالات اللي إحنا اشتغلناها وبتشوفوها على صفحتنا أنا بشتغل 1 لتر بير مينت ولا ليك عم برمات. فلازم انت تشتغل حتى وما تستقبلش يا دكتور لان الجراندوزيتي وحشه قوي وممكن لا قدر الله يحصل مشاكل. وسمعنا كتير جدا دكاتره ان هو لا قدر الله قبل ما يخش وقبل ما يعمل اكسس العينه ضاعت. فمهم جدا ان انت تعرف ده وما تسيبوش للفني ولا تسيب للبارامتر ان هو يعمل اي حاجه الا انت اللي بتظبط كل حاجه. طيب في موضوع ان قلنا 2.5 لتر في الدقيقه وده 16 لتر في الدقيقه. طيب الموضوع ان انا علشان اوصل لضغط 12 ل 15 ملي مركري اللي هو عيان ادلت وسن وهشتغل اندر جنرال انستيزيا وهشتغل عيانه بقت نص جو اوبراتيف مثلا هشتغل بي سي او عشان اوصل لضغط 12 انا محتاج لتر ونص ثاني اكسيد كربون. نعم 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 اه دكتور عشان اوصل لضغط 12 محتاج لتر ونص ثاني اكسيد كربون. طب انا عشان اوصل ل 18 محتاج من 2 ل 3 لتر. يعني اخرج كام في ثاني اكسيد الكربون في العمليه؟ اخرج 6 لتر. طب امال لو زاد عن 6 لتر يعمل ايه؟ هايبر كابنيا. طب الهايبر كابنيا تعمل ايه؟ اسيدوزس.
طب الاسيتوزس يعمل ايه؟ سمباثيتيك اوفر ستيميوليشن. سمباثيتيك اوفر ستيميوليشن يعمل ايه؟ يعمل تاكي كارديا. ايوه استنى 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 كده، مش بس كده، الهايبر كارديا تعمل تايب من انواع الباراليسيس في الانتستين، باراليتيك ايليس. ربنا ما يوريك باراليتيك ايليس سببها زياده سمباثيتيك كارديا، ربنا ما يوريك. فشوف كده انت تعمل عينيه مثلا بي سي او، تطلع العيانه تتصل بالمقيم، مش باصي مش باصي ازاي؟ طب ايه؟ لحسن يكون عورت انا الانتست انا مش واخد ببالي، يا نهار ابيض. سالوا اكسيد الكربون كده منك في العمليه يا دكتور. باراليتيك ايليس، ربنا ما يوريك باراليتيك ايليس سببها سالوا اكسيد الكربون. الحاجه الثانيه، طب العيانه تاكي كارديا. تاكي كارديا فيها بليدنج، فيها مشكله. تاكي كارديا دي تو هايبر كارديا. فمهم جدا ان انت تعرف ان انا هو ايه ليه بستخدم اللاباروسكوب عن الاوبن سيرجري. نص البلاد نص اقل، الموبلايزيشن، لكن انا من كلمه ليس هوسبيتال ستي، هي دي كلمه السر اللي هي بنستخدم المينيمال انفيزيف سيرجري عن الاوبن سيرجري. ليس من ليس هوسبيتال ستي، هي دي. العيانه بتعمل سبيكتروم زي العيانه كريم بيقول لكم اهو بيصورني، اي عيانه بنشتغلها بعد ساعتين بتمشي، بعد ساعتين. اكيد. ايوه ولا لا؟ اكيد. ليه يا كريم؟ لان احنا بنشتغل مينيمال انفيزيف سيرجري، مش بنقعد. تمام كده اهو، ومش بتدور في العمليه، ومش بتستنى سنه سنه كربون كتير. فما ينفعش ان انت عيانه تشتغلها وتدخل في براليتيك كيس، تدخلك في مشاكل. فمهم جدا 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 ان انت لازم تعرف ان سنه اكسيد الكربون بتاعك اخرك 6 لتر، ما يزيدش عن 6 لتر. يبقى هنا المهم جدا ان انت تعرف ان الايديال فلو ريت، الايديال فلو ريت 1 لتر بير مينت، عشان اوصل لضغط 12 محتاج 1.5، عشان اوصل لضغط 18 محتاج من 2 ل 3، واخري 6 لتر. طيب الحاجه اللي بعد كده، الفلو ريت في ده 2.5 لتر، الفلو ريت في ده 16 لتر في الدقيقه. بستخدم ده رغم ان ده مور انجينيوس عن ده، بستخدمه علشان كلمه واحده، it is a matter of diaphragmatic accommodation. طيب الحاجه اللي بعد كده، هخش بطن العيانه ازاي؟ هخش بطن العيانه يا دكتور بطريقه من اتنين ما لهمش تاني، لا اما امبيليكال لا اما اكسترا امبيليكال. واما امبيليكال انفرا سوبرا انترا، لا اما اكسترا امبيليكال لا اما بالمر بوينت لا اما ليهم لا اما ترانز فاندل او لا اما ترانز كالدي ساك. تعالى ايه الكلام ده؟ وازاي امسك البراستيد؟ وازاي اعمل لها تيست؟ والكلام ده مهم جدا. تعالى دكتور، اول حاجه بتطلب في عيانتك لازم تعمل باور بريباريشن كويس. بزعل جدا لما الاقي الدكتور بعيد في حاله كي اتش ومش عامل باور بريباريشن. الباور بريباريشن عندك 1 داي بريباريشن و 3 داي بريباريشن، اللي هو الكلاسيك بتاع الجراحه، اي واحد فيهم مستخدمه. تمام كده اهو. ولو سمحت يعني لا تهمل دور الانيما في الباور بريباريشن، لان ال 1 داي بيقول لك اعمل انيما قبل العمليه بيوم، وال 3 داي بيقول لك اعمل 2 انيماز قبل العمليه بيوم. معايا كده اهو؟ طيب تاني حاجة دكتور، قبل ما تدخل لابروسكوبيكالي زي ما هقول دلوقتي، يو ماست تو دو اوفيس هيستروسكوب للعيانة. أنا دكتور عمري ما دخلت لابروسكوبي إلا لما بعمل اوفيس هيستروسكوب للعيانة. ليه يا دكتور؟ في حاجات كتيرة كانت نزلت، يعني لسه ما كنت عيانة من هنا عاملة 5 لابروسكوبيك انترفنشنال، وبيقولوا إن هي انفيرتيلتي وفيها ديسفانكشنال تراين بليدنج. واي؟ طلعت سيرفايكو فاجينال اندروتريوزيس. عرفت ازاي؟ بالاوفيس هيستروسكوب. لازم تفحص العينه بي ار. طب ليه بي ار؟ الاندوميتريوزيس يا بتوع النساء دي سيستماتيك ديزيز. انا اشتغلت في هنا اكتر من 5 حالات ريكتال اندوميتريوتيك ميديول، which is very important ان انت تعمل العينه بي ار، وفيري امبورتنت تعمل العينه اوفيس هيستروسكوبي. الحاجه اللي بعد كده دكتور، بعد ما تخش العينه هبدا بقى ان انا افضل طبعا البلوجر وانتم الكلام ده اساتذتي واعمامي فيه. الحاجه الثانيه هبدا ان انا اخش. طب انا لو انا عيانه جياني فري فيلد، ما فيهاش اي امبيليكال هرميا او سوبرا او انفرا او برا امبيليكال هرميا، ما فيهاش انسجن، ما فيهاش اي مشكله جايه تعمل ال او دي لابارسكوبيك اوفرن ديرينج او سيرجيكال اندكشن، فجاياني وهشتغل، هخش ازاي؟ اخش هل امبيليكال ولا انفرا ولا انترا؟ مين احسن؟ طبعا كل الناس هتقول انفرا. لا ترانز امبيليكال. ليه؟ تعال اقول لك الليير اللي انت بتخرمها سوبرا وانفرا، وتعال اقول لك الليير اللي انت بتخرمها امبيليكال.
اللير اللي انت بتخرمها سوبرا امبيريكال هي سكين سبتينيس تيشو كامبرز سكاربس انتيروليتس شيز ماسل بوستيروليتس شيز اكسترا بروتينيال فات بروتينيال هو انت بتوزع الدومين. طيب اللير لما تيجي تخرمها انفرا نفس اللير. طب اللير لما تيجي تخرمها انترا سكين سبتينيس بروتينيال البروتينيوم ادهرن تو ذا امبليكس ودي كلمه السر اللي اتحط على الماركر البروتينيوم ادهرن تو ذا امبليكس برضه ما فهمتش. طب ماشي تعالى نعملها مع بعضينا كده حاجه اسمها بروتينيال تيندين. اه بروتينيال ايه تيندين؟ ايه موضوع البروتينيال تيندين ده؟ بص كده دكتور موضوع البروتينيال تيندين اللي هو ايه. انت هتخش انا دخلت اهو كلمة بروتينيال تيندنج لو انت داخل انت لو اكسر بروتينيال هي دي او بروتينيال ساجن البروتينيال نزل معاك فانت تفتكر نفسك جوه بطن العيانه وانت بره وتنفخ تنفخ بروتينيال زي ما هقول لك دلوقتي الديفيكالت انسفليشن في كذا سيتويشن في الديفيكالت منهم البروتينيال بروتينيال سبيس انت في البروتينيال سبيس انفخ 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 الله ملمال الضغط بل فلوريد في ايه؟ ايه المشكله؟ انت ما دخلتش طب بص كده لو انت داخل امبليكالي لو انت داخل امبليكالي بص لو انت داخل امبليكالي اهو دخلت البروتينيوم ادهرنت تو ذا امبليكس يبقى كلمه السر اللي خلى كل الجايد لاينز تقول ادخل انترا امبليكالي نوت سوبرا او انف اور بريفير انترا عن سوبرا او انفرا ما اقدرش اقول نو هو البروتينيال ساجن عدم حدوث بروتينيال ساجن في الانتر امريكان خلاها هي اللي خدت الابر هاند. طيب دخلت اول حاجه بحروف البي بيشنت بوزيشن هقول لك دلوقتي بيشنت بوزيشن ازاي ابدومين بالبيشن عشان تحس لو كان الفري سن تحس البرومونتر والاورطة وتحس لو كان في اي هيرميا او كالت هيرميا على حالنا. حاجه ثانيه بط ان انجل اوف انسيرشن هتحط الانجل اوف انسيرشن ازاي؟ الانجل اوف انسيرشن اكوردنج لحاجتين نزاد والهنود بتقول اكوردنج تو زي انت هتدخل انترا اور انفرا امبيريكال الرويال كولج والامريكان كولج والكندا جايد لاينز بتقول اكوردنج للبودي ماس اندكس فنزاد بيقول لو انت هتخش ترمز امبيريكالي لازم تخش بزاويه 90 لو انت هتخش انفرا امبليكالي لازم تدخل بزاويه 45 الناس الرويال كولج بتقول لو البادي ماس اندكس اقل من 25 خش بزاويه 45 لو من 25 ل 30 خش بزاويه 70 لو اكتر من 30 مورد اوبيس خش بزاويه 90 ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ وليه؟ بص يا دكتور بص لازم تعرف سواء اكوردنج للسايت او للبادي ماس اندكس لازم تعرف ان الدخله بتاعتك 45 و90 على ايه؟ انت لازم تخش 45 درجه بارلل للبلفس و90 درجه ناحيه البلفس يعني انت مطالب ان انت تخش 90 درجه على البروتينيوم بيربنديكولار عن البروتينيوم بارل تو ذا بلفيس. طب ازاي تحقق المعادله دي؟ ازاي؟ هتاخد فولد من الابدومين وتدخل لحد ما تقابل اول ريزيستنس وهي الريبتا الشيس يبقى كده انا خلاص ارتحت وكلكم حاسين الاحساس ده واول ما احس ان انا خلاص دخل على البروتينيوم امشي بارل 45 للبلفيس. دي كلمه 45 كلمة 45 يا سادة هي تعني ان انت بيربنديكولار على الانتيرو ابدومينال بول اند بارل تو ذا بولز لكن كلمة 90 يو ار بيربنديكولار فروم اي تو زي فروم ذا ستارت تو ذا اوت ان انا بدخل موربت اوبيس وباخدها وبدخل ايه 90 درجة هي دي كلمة الانجل اوف ذا انسيرشن معاك كده اهو. طيب الحاجة الثانية يا دكتور الحاجة الثانية غير موضوع الانجل اوف ذا انسيرشن العيانه لو عندها برا امبليكال هيرنيا وعندها اكسبلوراتوري لابراتوري سكار او بريفيوس فينشتي بليز مي يو ماست تو بي اواي فروم ذا امبليكاس ان ا كيس اوف بريفيوس اوبريشن اور بريفيوس اكسبلوراتوري لابراتوري. طب ندخل ازاي؟ بالمر بوينت بالمر سنه 1987
برمر ما خلقت إلا لأمرين. فأما عن الأول وهي لو دخلت بروب روتينيان سبيس غلط زي ما أقول دلوقتي، أو الأمر الثاني لو العيانة عندها history of previous exploration وعندها adhesion، برمر النقطة دي 3 سنتي below the last postal margin mid-canavicular، هتاخد فولد من الأبدومن وتنزله لتحت، ولازم الدايركشن بتاع الإبرة يكون toward the stomach. الأمريكان يقولوا على برمر ترايكو بالفوريز ذا ستمك. يعني إيه؟ يعني أنت خدت فولد ونزلت 3 سنتي ناحية الليفت سب بوستال مارجن، لازم الإبرة بتاعتك أنت داخل تكون toward the stomach. نفر كده، ما تروحش عشان ما تعورش السبلين. نفر كده، ما تروحش عشان ما تعورش الترانسفيرس كولون. نفر كده، ما تروحش عشان ما تروحش للدايفرام والبلورا. كده لازم تكون 90، لازم تكون toward the stomach مهم جدا، وتراي تو بتفريز ستمك. فبفرض اول خطوه لو انا هشتغل بالمر اقول لي تعالى تخدير ركب لي راي. اول خطوه لو انا هشتغل بالمر بوينت ركب لي راي لو سمحت. طب افرض انا لو عورت الاستمك ولا شيء ولا حاجه، الاستمك بتاع الميدل اوبليك يا باشا ولا شيء خالص خالص، ولا حتى تحط درينا، هتيل within hours معاك لو فانت مفيش مشكلة. لكن لو عورت ترانزفيرس كولون مشكلة، لو عورت سبلين مشكلة. فيو ماست تراي تو بيرفوريت ذا ستمك ان يور دايركشن في البالمر بوينت. طيب الحاجة اللي بعد كده بعد ما تحط راي طبعا، ولو عورتها بقى حاجة اسمها كيميكال بروتونايتس مش ست بروتونايتس غير الانتست لو اتعورت يعني. حيث ان الاستمك فيه اورجنز اسمها اورجن فور جيف، اورجنز فور جيف عندك اللي هي الانتيرو ابدومينال وول والاستمك والبلادر واليوترس. لكن الاورجن نوت فور جيف هم الانتستن والجريت بلاد فيزلز، ربنا يبعد عننا. معايا كده اهو. طيب الحاجه اللي بعد كده، انا دخلت العيانه لقيت عندها مثلا ايه؟ اكسبلوريتور لابوراتومي برا امبيليكال هيرميا، والعيانه عندها هيباتوس بلينو ميجاليل، الغيها؟ لا ما الغاش. بص يا دكتور، طعنه دكتور التخدير اللي يقول لك العيانه ما تنامش منظار وتنام فتح، قول له لا. اللي ينام منظار ينام فتح، معلش قربي مني عشان دي لازم ايه اقرب منهم جامد. اللي ينام منظار ينام فتح، اللي ينام منظار ينام فتح، اللي ينام منظار ينام فتح، تمام كده اهو. طيب فمهم جدا، انا قاعد عندي هيباتوس بلينو ميجالي، ده الكونتر انديكيت الوحيد للبالمر بوينت، الكونتر انديكيت الوحيد للبالمر بوينت هو الهيباتوس بلينو ميجالي، وعندي بريفنس اكسبلوريشن، اسكت لا ما اسكتش، اخش ليه هونج؟ طب ليه هونج فيه هيباتوس بلينو ميجالي؟ مش هينفع. ليه هونج على فكره ميد واي بتكون نزيف ستيرنم والامبيليكس، وده بنستخدمهم في المورفيد اوبيز اللي هم البرياتريك سيرجري لما نشتغل جاستريك سليف يعني، وانتم اللي هو جاستريك سليف مش بتشتغلوه يعني، ولكن ليه هونج هنا بالظبط. اخش ترانز فامبل او ترانز سيرفايكال من اليوترس، كلكم بتوع كام واحد فيكم خرم يوترس؟ طبعا اللي ما خرمش يوترس ده ما اشتغلش ولا عمره شاف دي ام بي سي ولا عمره شاف ساكشن ايفاكويشن، لازم تخرم اليوترس عشان تكون بتاع نساء. فخرم اليوترس بابره الدايمتر بتاعها 2 مللي. التب بتاعتها 8 من 10 مللي. في ناس بتقول الدايمتر 1.8 من 10 مللي. ايه المشكله؟ فيستك. اذا كان الاستمك بتيه بسرعه، اليوترس اللي هو 3 مليار ده وتخين قوي ده هيهد في نص ساعه في نص دقيقه يعني ما هو فاهم. فتخش ترامز فاندلي، تمام كده اهو. الترامز فاندل وبعد كده بتخش الترمز. خد بالك الترانز فاندل لو انت دكتور حظك وحش مع العينين ما تستخدمهوش. عارفين ليه؟ لان الترانز فاندل ساعات بيعمل حاجه اسمها ريكوردد منه 5 حالات ونزلوا بيهم بيبر بالمودر امبوليزم، جاز امبوليزم، لان انت بتدخل ترانز اندومتريوم وترانز مايوتريوم. فانت عندك السبايرال والبيزل ارتري بتخرمه. فانت لو حظك وحش، لو حظك وحش يعني سوري يعني بيقولوا فقر يعني، ما تستخدمش ترانز فاندل عشان الجاز امبوليزم. معايا كده اهو، بس دي للامانه، لكن الترانز فاندل من حاجات كويسه، لكن لو انت حظك وحش خالص، ترانز كالدي ساك، ترانز كالدي ساك يعني هتخش من الدجلس باوتش، بس حاسب احسن تجيب الريكتر. معايا؟ طيب، الحاجه اللي بعد كده، احنا قلنا امبيريكالي وقلنا ان الترانز امبيريكالي هو احسن من الانفرا والصبرا، قلنا بالمر وانت بتستخدم بالمر وازاي تستخدم بالمر، قلنا ليه هونج وانت بتستخدم ليه هونج وانت ما نستخدمش ليه هونج، وقلنا ترانز فاندل وقلنا لو حظك بلاش، وقلنا ترانز كالدي سيت. طب لو عيانه كاردياك تبغي العيانه؟ لا، هشتغل حاجه اسمها جاز ليس لابروسكوبي. ايه جاز ليس لابروسكوبي؟ الهنود عملوا حاجه اسمها لابرو ليفت،
او كاسيتر ليف. اقول للبنات ودي اشتغلناها كذا حاله هنا واشتغلنا في مجال يمكن حاجتين هنا اهو، ان انا بقول للبنات مش عارف كنت بتاع كاميرا غيري، بقول للبنات مش هننفخ وما هنعمل ايه؟ هنخش بقسطره فولي مكان البورت معايا كده اهو، وبعد ما نخش بقسطره فولي مكان البورت هننفخها ونجيبها ونرفع الانتيرو ابدومينال وول ونركبها فين؟ فين؟ في رجل السرير بس كده مش هننفخ ولا تسعى بتاع التخدير. لكن اللي ينام فتح ينام مناظير مش هرجع علشان عيانه فيها مشكله. زمان كانوا يقولوا الماسف اديشن كنت انديكيتد لابروسكوبي خابة وخسر، زمان كانوا يقولوا موربيد اوبيزيتي كنت انديكيتد لابروسكوبي خابة وخسر، زمان كانوا يقولوا الميجور كارديال بروبلم كنت انديكيتد لابروسكوبي خابة وخسر. يبقى كده المينيمال انفيزيف سيرجري هي التي تضغط على العالم، ولا يوجد اوبن سيرجري الا في حاله واحده وهي السيزيريان سكشن. عادي الاول. طيب الحاجه اللي بعد كده الدكاتره بعد ما انا دخلت تمام قلنا الخانه الاولانيه والبريشر والفلو ريت ديفيكالت انسفليشن. يعني ايه؟ لو انا دخلت جروب روتينيه اشخص ازاي واعمل ايه؟ لو انا دخلت في الميثير وفيناكيف اشخص ازاي واعمل ايه؟ لو انا دخلت في الاورطه اشخص ازاي واعمل ايه؟ لو انا دخلت في اللير اوف ذا ابدومين اشخص ازاي واعمل ايه؟ لو انا الابره بنقدي مني اشخص ازاي واعمل ايه؟ تعالى كده واحده واحده. اول كونديشن للابره تكون بلوك الفيروس ليدل يا دكتور. الفيروس ليدل دي اول من عملها يعني كان المتالق جونز فيروس سنه 1893. والصراحه جون ده فيروس ما كانش بتاع جراحه، والفيروس ليدل لما استخدمت في الاول ما استخدمتش في المناظير. ده راجل كان بتاع شيست بطنه، كان يجوا عيانين التي بي عندهم هيموثوركس، فكان يخش بدي طم 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 يعمل عكس نجاتي بتاع البلالين، نجاتي بينفخ وده بيطرش معايا كده اهو بدي. فدي من الحاجات الحلوه. في حاجه اسمها سبرينج لودد، هقولها دلوقتي يعني ايه دلوقتي سبرينج اكشن بتاع الفيروس. اول ما انت تمسك الفيروس اللي في ايديك هتبقى سرنج فيها صلاين، بس هي سرنج فيها صلاين. اول حاجه لازم تختبر ده السبرينج لودد اكشن. الحاجه الثانيه يا دكتور، لان انت ممكن تخش تمام كده اهو هاتي مرسين اهو تمام. طبعا هي الحكيمه هتديها لك مقفوله تقول لها لئيمه افتحها اهو زي ما انتم شايفين ظهره. طيب الحاجه اللي بعد كده بتفكها كده. الفيروس ده في من 8 وفي 10 وفي 12 وفي 20 من تحت البدايه. عيب جدا لما كنتش مش عارف الارقام. لازم تعرف المقاسات. لان السفليتر ده في من 6 لتر لحد 50 لتر. طبعا 6 لتر ده ما حدش بيجيبه. في ال 20 اللي احنا بنجيبه اللي هو زي ده. تمام؟ وكلهم واحد عشان بس بتاع الشركه ما يستهبلش. الفيروس ده في من 8 في 10 في 12 في 20 والدايمتر 2 مللي والتب 8 من 10. هتقدر تعمل لها كده؟ بص كده يا دكتور، ساعات دي يكون فيها بلاد كلوتس. لو فتحتها ولقيت فيه بلاد كلوتس اول حاجه يعني مثلا، لان انت لو دخلت جوه بطن عيانه اول سيتويشن بلوك دي نيدي بتضحك على اللي بتصور، لان هي عارفه هيحصل لها ايه لو لقيت فيه بلاد كلوتس. لو انت دخلت تمام كده اهو، دخلت كده اهو فنفخت هتلاقي في الارم والبريشر عالي ومفيش فلوريت، يبقى دي بلوك دي نيدي. تعمل ايه؟ تطلعها تعمل لها كده وهاتي شاشه تمام وتعملها. لو لقيت في بلوك اول خطوه تعملها ان انت تبهدل الحكيمه اللي معاك او الممرضه اللي معاك ضحك ده. ليه؟ مش غسله الاله كويس وعضيانه فاضيه وعضيانه بايظه تمام كده اهو. فمهم جدا تحفظ الخطوات. يبقى لو بلوك دي نيدل هاي بريشر ومفيش فلوريد ده اول سيتويشن، اول خطوه هعملها بهدل البارامديكال. الحاجه الثانيه ان انت تسترلايز تاني الفيروس نيدل. الحاجه اللي بعد كده السيتويشن بعد كده دخلت. لو انا دخلت تمام سكيل سابتينيا ستيشن كاربس سكاربس انتيروتس ماسل اكس بروتينيا بروتينيا ريترو بروتينيا او برو بروتينيا هيحصل ديفيوز ابدومي تمام كده اهو. فبعرف ازاي ان انا في برو بروتينيا. البرو بروتينيا سبيس ده اخره لتر اخره لتر. فتلاقي نفسك ان انت وصلت ضغط 12 مللي ميركوري وهنا لتر. يا عم ازاي ده انا المفروض اوصل 12 مللي ميركوري وهنا يكون راسم 2 لتر لتر ونص او من لترين لثلاثه.
ده انا لقيت بيتبنى في الجروب بروتينات. تمام كده اهو. طب افرض انت يا باشا لو انت داخل ولقيت ان ده 12 ملي مركري وده 4 رجل، يبقى الابره بتاعتك بتفوت او الخرطوم بتاعك بيفوت. خد بالك من الحاجات المهمه جدا وحاجات تكنيكال مهمه جدا. فانت انا دخلت كده اهو لقيت ايه؟ شغل الكيمو. طبعا لازم يكون ده شغال زي ما قلنا في اول المحاضره. تمام كده؟ لا ما تشغلش دلوقتي، انا بقول لك شغل الكيمو يعني اثناء عمليه. تمام؟ فبدخل تمام لقيت نفسي ان انا وصلت 12 مللي باقي ولسه لد. يبقى انت في البروب بروتينات سبيس. اعمل ايه؟ نيفر تو تراي. اول كلمه نيفر تو تراي. اطلع بالذوق وبالادب وبالاحترام وما تخشش تاني. خش بلمر. البلمر ما خلقت الا لامرين وهما ان انت لو بريفيوس اكسبلوراتوري لابوراتوري، الحاجه الثانيه لو انت داخل بروب بروتينات سبيس خلاص. نيفر تو تراي. خش بالمر بوينت. يبقى انا دخلت حسيت نفسي انا في البرو بروتينيه وشخصت ان البريشر الفلو ريت واحد والبريشر انا 12 مللي باقي، يبقى معنى كده ان انا لسه ما وصلتش انا الجمله الكامله دي. نيفر تو تراي. يو ماست تو بي اواي فروم يور انتري اند سيلكت انذر انتري تو انتر اواي فروم يور انتري. بس كده اهو. يعني انت لازم تبعد 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 جامد كده اهو عن الانت بتاعت نيفر تو تراي. ليه يا دكتور؟ لان انت لو تراي الافيدرين وانت هتلاقي نفسك في فترات وهتلاقي ان الفورس بتاعتك زادت. مش عاوز امسك في الفيزكس كتير. هتيجي هتلاقي نفسك جايب ايه؟ جايب الاورطه او الاي بي سي. يبقى اول كلمه ان هو لو نيد البلوك ده هعمل ايه؟ لو انا دخلت جروب بروتينيه. طب انا لو دخلت في اللير اوف ذا ابدومين، يعني انا دخلت في المصل وانفخ اخرج 500 مللي وتلاقي صوت الضغط 12 مللي مركبي، اعمل ايه؟ هنا بقى يو ماست تو تراي. 1 تراي 2 تراي نيفر 3. تمام كده اهو. لكن لو انت بروك بروتينير نيفر تو تراي. طيب لو انا دخلت في الاورطه زي البلوك دي هلاقي ان انا الضغط بيعلى وفي الارم ومفيش فلوريت زي البلوك دي، هعمل ايه؟ سيب الابره مكانها ولا تتحرك يمين وشمال وبعد كده تقول يا لهوي يا لهوي. كلمه يا لهوي يا لهوي يعني كول فور هيلب. فهيجي لك الجراح وهيجي لك الدم وهيجي لك الدنيا اوبن لابوراتوري بقى. اوبن لابوراتوري بقى. لو انت في قلب الاي بي سي، الاي بي سي غير الاورطه، هتلاقي البريشر ايه؟ بيعلى والاي بي سي بياخد. بس اخرج في الاي بي سي 500 مللي لتر. تمام كده اهو؟ زائد وجود بلاد. دي بتعمل ايه؟ برضه نفر تو موف الميديل من اي مكان وتسيبها وبعد كده تقول كول فور هيلب. بس الاورطه يا لهوي اي بي سي خلاص انا ما فيش كلام معايا. طيب الحاجه اللي بعد كده ده كلهم اللي هو الديفيكالت انسفيشن. لو انا بلوك دي نيد هعمل ايه وهشخص ازاي؟ لو انا في جروب بروتينيه هعمل ايه وهشخص ازاي؟ نيفر تو دراي. لو انا في الليروس ابدومن هعمل ايه وهشخص ازاي؟ لو انا في الاورطه هعمل ايه وهشخص ازاي؟ لو انا في الاي بي سي هعمل ايه وهشخص ازاي؟ طب لو انا في انتستن اخر حاجه هم ستة. لو انت في انتستن انتستن هتاخد منك معايا كده اهو وهتلاقي فيه البريشر ما وصلش ابدا 12 مللي بالغ. يعني تلاقي ان انت وصلت لتر ونص ومفيش 12 مللي بالغ زائد لوكاليزد بولش. الفارق ما بين البرو بروتينيال سبيس والانتستينال انجري هو هذا الفارق ما بين اللوكاليزد بولش والديفيوز ابدومينال انلارجر. اني لوكاليزد بولش ديورنج النيمو بروتينيال انت داخل في انتستن تفتح العينة؟ لا. يجيب جراح ولا اي حاجه تفسكك ولا اي حاجه ولا اي حاجه. بعد ما تطلع تطلع من الميدل غرزه وحط درينر ثلاث ايام وانت اجينست الجرام مصدف والنيجاتيف والاناروب مترو نيزور وامسيسيلين ونيومايسين او الكلام ده وخلصت على كده. ولا تفتح ولا تجيب جراح مفيش كلام. يبقى الست سيتويشن دول مهمين جدا 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 ان انت تعرفهم اثناء انت وبتعمل نيمو بروتينيال معايا كده اهو. طيب في حد جه بره؟ طيب الحاجه اللي بعد كده انا لما اجي انا اخش اول حاجه بيشنت ساعه لا الحلقه قصدي الحلقه ايه؟ قفل ماشي طيب تمام الحمد لله يعني بعدين الحلقه بتاعتهم زي الفل معايا؟ طيب الحاجه اللي بعد كده ركز معايا كده يا دكتور. يبقى انا قلت بيشنت بوزيشن لسه هقوله دلوقتي بيشنت بوزيشن وبعد كده الانجل اوف انسيرشن وبعد كده السايت اوف انسيرشن يعني انا خلصت دي اربع حاجات. الحاجه الاخيره همسك الفيروس سيدي ازاي وهمسك التروفر ازاي. الفيروس سيدي بتتمسك طبعا لايك ادارك كلكم عارفين كده. بس هل معلش كريم جرب مني كده شويه تتمسك كده ولا كده ولا كده ولا كده؟ يعني انت لايك ادارك كده
ولا هتمسكها كده ولا هتمسكها كده. دي بقى اكوردنج الابدومينال سيكنس. يبقى السؤال اللي بعده ازاي احدد الابدومينال سيكنس؟ هتحدد الابدومينال سيكنس هتدخل نمسك فولد من الاورجانيال انفرا فولد من الابدومينال وول انفرا امبيليكالي تمام كده اهو. وبعد ما تمسك يعني انت كده هتقيس الابدومينال فولد ده مثلا 8 سم تقسمه على 2 4 سم يبقى همسك على بعد 4 سم غلط. والبروتينيه السادن بتاعك 3 سم يبقى 4 و 3 كام؟ 7. يبقى هتمسك على بعد 7 سم من التب بتاعك. معايا كده اهو؟ فمهم جدا انت تعرف قال انت لو مسكته 5 سم 5 على 2 2 ونص زائد ال 3 سم يبقى هتمسك على بعد 5.5 سم من التب بتاعك. فمهم جدا ان انت تعرف هتمسك الميدل ازاي. فانا بعد ما مسكت الميدل هبدا اخش جوه بطن العيانه مثلا لو 8 سم يبقى انا على بعد على 4 زائد 2 يبقى على بعد 6 سم. يبقى انا همسك البطن كده واخش بالفيروس ميدل كده اهو معايا طبعا زاويه 90 فروم اي تو زد لو انا وبيت زي كده. وبعد كده هخش. بعد ما خشيت هعمل ايه؟ طبعا في ناس بتقول ان لازم يكون في هاي بريشر دورنج الانتري. يعني ظبطه على 30 مللي لتر وبعد كده ارجع من 12 ل 15 بعد ما تدخل سكن البروبر انتري. الكلام ده ماشي انا موافق عليه لان هو في الرويال كولج ومش هقدر اقول عليه حاجه. بس ركز معايا احنا هنتكلم على الضغط انتروفال لازم يكون ده 12 وده لتر ونص او 2 لتر او 3 لتر اخرك 6 لتر صح؟ تعرف بعد ما انت دخلت ازاي تعمل. طبعا انتوا عارفين ان في الريليشن اسبيريشن تيست وفي الهيست تيست وفي اللي هي الدروب تيست. فانت هتخش كده اهو بعد ما دخلت هتعمل كده هتلاقي ان هو الهرمون لما بتسحب هتلاقي نفسك مفيش هواء لان انت جوه الابدومينال كافيتي مش هتسحب تاني الصناعي طبعا. او انت تعمل كده زي ما بنعملها تمام طبعا كنت ماسك الفينكس. لو انت داخل جوه الابدومينال كافيتي هتلاقي ان ده كله بينزل معايا. او ان انت تعمل حركه لطيفه جدا تمام ان انت تعمل دروب تيست اهي. الرويال كولج بتقول الدروب تيست هي احسن حاجه فيها وتلاقيها نزلت. الكلام ده كله ماشي انا موافق عليه. بص يا دكتور انت لو داخل بالظبط كده 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 تلاقيها في بيتك تمام. في ناس تقول يعني انت لو في قلب الاي بي سي هتشرمه او في الانتستن يعني موظف في الكلمه هتشرمها. لا دكتور انا مش بقول لك كده 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 انا بقول لك كده 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 تمام كده اهو. فده مهم جدا. طيب الحاجه اللي بعد كده انت دخلت بعد ما انت دخلت لو عيانه بريفيوس اكسبلوريشن وشاكك ان في ادهيجن او العيانه عنده متريوسس شاك في ادهيجن تعمل حاجه اسمها ابدومينال مابينج. ايه موضوع الابدومينال مابينج ده؟ موضوع الابدومينال مابينج هو اول من اخترعه او افتكسه هو الهنود. يقول لك ايه؟ بعد ما دخلت بالفيروس نيدل تجيب ابره سباينال ابره ايه؟ سباينال اللي هي 18 جلدي وتطلع الابره وتستخدم الكلمه وتجيب سرنجه فيها 10 مللي محلول وتحط الابره السواين جنب الفيروس نيدل وانت بعد ما عملت النيمو بروتينيا يعني قبل ما تطلع الفيروس نيدل وتشوف هل في جازس يعني بتبقلل زي الشيشه او في العراق وسوريا اسمها الارجيله. لو بتبقلل زي الشيشه او الارجيله يبقى انت الاريا دي فري من اي انتستين فري من اي انتستين. لكن لو ما تبقللش وانت دخلت ولقيتها مش بتبقلل اعرف ان انت تحتك انتستين وامشي بعيد عنها او ادخل اندر كومبليت فيجواليزيشن وامشي بعيد عنها خالص. فده مهم جدا جدا ان انت لازم تعرفه اللي هو الابدومينال مابينج سبيشالي في حالات الماركت ادهيشن او انتستين. في نقطتين علشان يبقى انا قلتهم ودول موجودين في الرايت كولج جايد لاينز بيقولوا ايه؟ قبل ما اقول لك النقطتين قرب ابو مصطفى مني بس كده عشان دي لازم ازعق فيها مش عاوز ازعق مش الناس. You must to know during any insertion either primary trocar entry or secondary trocar entry the patient must be supine in position. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت وبتدخل بالفيروس نيدل انت وبتخش بالتروكر انت وبتخش بالسكندري تروكر انت وبتخش بالاكسسوري تروكر لازم العيان يكون انتريد ان سوباين بوزيشن نيفر تريد ان بيرد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دخلت بالفيروس نيدل والعيان سوباين هقول لي بتاع التخدير ايه؟ طيب انا دخلت اعمل تريد ان بيرد عشان انفخ عمل تريد ان بيرد عشان انفخ بعد ما نفخت وعملت جود اكسس
وسكسس اذا كيو في اكسس ودخلت اكسس صح اقول بتاع التخدير ارجع كريدنبرج تاني انا هخش بالتروكر تك دخلت بالتروكر فاقول بتاع التخدير تمام هات سكن تروكر انتري دخلت بالسكن تروكر انتري والعيان صبايا لان يا دكتور في مقوله بتقول كده في النون اوبيز بيشنت الامبيليكال لوكاليزيشن 0.4 كود تو ذا بايفوركيشن اوف ذا اورتا انتريدري برج بوزيشن الاوبيز بيشنت المين امبيليكال لوكاليزيشن 4.2 سنتيمتر كود تو ذا بايفوركيشن اوف ذا اورتا انتريدري برج بوزيشن يعني انتريدري برج انت وداخل ذا فيري اكستريملي انجوريوس تو يو فيو ماست نو اي انتري تمام كده اهو لازم يكون العيان سوباين ان بوزيشن which is very important الموضوع ده طيب الحاجه اللي بعد كده بعد ما قلت ان اي انتري لازم العيان يكون سوباين ان بوزيشن وقلت الارقام اللي انا قلتها لكم هبدا بقى التروكه لما يجي يتمسك يا باشا وقت يتمسك كالاتي مفيش تروكر بالزق التروكر بالحميه دايما ولما يجي يتمسك يو ماست بالميت ذا تروكر كده اهو وصباعك يتحط كده ولما اجي ادخل ما اخشش كده بخش كده طبعا اكسبت في تروكر الوحيد اللي هو بتاع جونسون ده اللي هو الاوبتيكال تروكر بيخش بالبتاع ده لان هو ملوش سلاح ولكن كل التروكرات بيخش كده ماشي ويكون ماسكه كده التروكرات انا طبعا مش هقعد اتكلم فيها في من 3 لحد 20 و30 والكلام ده اللي هو بتاع البرياتريك اللي هو تخين قوي ولكن انا هتكلم في التروكر ال10 وال5 اللي احنا بنستخدمه ده تروكر 5 ده تروكر 10 ده في شارب وده بلاند الجايد لاينز الحديثه بتقول if you sharper you faster يعني انا دايما والشاربر ليس انجوريوس ذان البلانتر يعني ده يعور اقل من ده ووجدوا 97 وومن على بيبر ان معظم الناس اللي بتخش بده بيعور وده ما بيعورش تمام بيستغرب اهو بيقول لي ايه الكلام انت بتقوله لان كل الناس اللي بتيجي تخش يجي يديهم ده او اللقط اللي ورا يجي يديهم ده يقول لي هات لي ده تمام مستغربين كلهم اللي واقفين عشان حافظين ده شاربر فاستر ليس انجوريوس معايا كده اهو فمهم جدا ان انت تعرف طب انا دخلت علشان بسرعه احنا وصلنا ساعه الا 7 دقايق ماشي لو انا دخلت بعد ما دخلت هبدا بقى ان انا طبعا اول ما تدخل يا دكتور مش لازم بسرعه ما تسيبش ده جوه بطن عيان دخلت هبدا بقى في السكندري تروكر السكند تروكر انتري في مقوله سكند تروكر انتري بوزيشن يو ماست تو دو ات اندر ويل كنترولد فاشن اند كومبليت فيجواليزيشن يعني ايه؟ يعني السكند تروكر انتري لازم تحطه اندر كومبليت فيجواليزيشن وتاني حاجه ويل كنترولد فاشن لازم يكون اندر يو كنترول يعني ايه الكلام ده؟ الانتيرو ابدومينال وول جلاس الله يا ساده في سوبرفيشال فيزلز وديف فيزلز السوبرفيشال فيزلز هو السوبرفيشال ايبيجاستري وده برانش من الفيمور الانفيرو ايبيجاستري يا رب على الانفيرو ايبيجاستري الانفيرو ايبيجاستري برانش من الاكسترنال ايير ارتري يو ماست تو نو ذا اناتومي اوف ذيس اند اناتومي اوف ذات طب السوبرفيشال لو اتعور مفيش مشكله جاست بس كومبريشن وخلصنا وبيتعرف ازاي الترانس الومينيشن تيست اللي انتوا عارفينه في المحاضرات كلها ان انا باجي بالعدسه واعمل ترانس الومينيشن وبعد كده بشوف ابعد عنه طب الانفيرو ايبيجاستريك ده بقى مكانه فين ويتعرف ازاي الانفيرو ايبيجاستريك مكانه انترا ابدومينالي لاترال تو ذا امبيليكال ليجمنت انتوا عارفين ان انفرا امبيليكال في 5 ليجمنت ميديان بتاع اليوريكس وتو لاترال بتاع التو اوبليتريتد امبلايكال ارتري وتو ميديان اللي هم بتاع الفاشيا بتاع الانفيرو بيجاستري الانفيرو بيجاستري يا ساده بيطلع من الاكسترنال ايريال ارتري ويمشي ناحيه الانجوينال كمان علشان يعمل تراينجل هنا اهو اسمه هاسل باخ تراينجل او هاسل تيب تراينجل انت تعرفه ازاي؟ تعرفه من جوه البطن الامبلايكال ليجامنت اللي انتوا تفتكروه اليوريتر ده اللي هو ماشي كده
الهيترو جاستريك لاترال ليه؟ يبقى يو ماست تو بي اواي فروم ذا لاترال فيو اوف ذا امبريكال ليجامنت. ده لو انت هتحدده انت ابدومينالي انت ودافع، عشان كده المقوله بتاعت كومبليت فيجواليزيشن دي مهمه جدا. يو ماست تو بي اواي فروم ذا لاترال فيو اوف امبريكال ليجامنت. الحاجه الثانيه تحدده ازاي بقى؟ هنا في حاجه اسمها السيفتي زون. ايه السيفتي زون؟ السيفتي زون بتقول لك الانفيرو بجاستريك بيكون 4 الى 8 سم اواي فروم ذا ميد لاين. تو بي سيف يو ماست تو بي اواي من 4 ل 8 سم من الميد لاين. يعني انا ابعد عن 4 سم و 8 سم من الميد لاين، ابعد عنهم. يبقى انا كده عرفت الانفيرو بجاستريك كسيرفس اناتومي في الانتيرو ابدومينال وول 4 ل 8 سم من الميد لاين، ابعد عن ال 4 و 8 سم دول. الحاجه الثانيه ابعد عن اللاترال فيو بتاع الامبليكال ليجامنت لو انا شغال انترو ابدومينالي او انترو بروكيليا. يبقى انا شفت وحسيت. معايا كده اهو حاجتين. طب الانفيرو بجاستريك لو اتعور يا دكاتره اوحش انواع اللي هم بيقابلني الدكتور يتصل بيا ويقول لي الفيرو جاستريك متعور. يا نهار ابيض. تعرفين الفيرو جاستريك بيطلع بيجي كده وهو بيمشي بيجي هنا عند الحته اللي هو سوبر امبريكال 2 3 سم كده يتحد مع السيرو جاستريك اللي جاي من الانترنال ميموري يبصوا بعض هنا اهو. فانت لو بضطر ان انا ادخل برايتري علشان اروح للاورجن بتاع الانستموزس بتاعه واربطه. سيبك بقى من موضوع ان انت تحط كاسيتر وتعمل كومبريشن وتعمل تمبونات الكلام ده. لو انت معور الفيرو جاستريك مش هينفع، لكن انت لو معور السوبرفيشال عادي مفيش مشكله. معايا كده اهو؟ طيب سريعا عشان كده انا ده بقول لكم خامس مره تسجل فيها المحاضره دي، ولكن بسرعه كده اهو هقول كلمه اخيره في موضوع فين الكاميرا؟ وريز الكاميرا. ماشي طفي النور. اول حاجه في موضوع الكاميرا دي اسمه سي سي دي، بحط العدسه دي عدسه زيرو تمام كده اهو، بركب اللايت سورس. وين ذا لايت سورس؟ وين ذا لايت سورس؟ اللايت سورس دي بسرعه. المهم اول حاجه هتكلم عنها حاجتين، الوايت بالانس والفوكسنج عشان يبقى خلصت. كلمه وايت بالانس يا